هل أنت صوفي الهوى؟ أنا أول مرة حد يسألني السؤال ده، يعني أتمنى. تتمنى؟ إن شاء الله. تتمنى ولا أنت صوفي؟ أنت يعني بتحب الصوفية، بتتجه يعني إلى الصوفية؟ يعني بحبها طبعاً، يعني أمارس أشياء قد تكون يعني من الصوفية، ولكن يعني أنا بتمنى، وكنت يعني مرتبط بشيخ الله يرحمه الشيخ مصطفى وتوفى. مرتبط بيه لحد فين؟ كنا بنروح له كلنا وبنقعد نقول كلام في يعني في حب الرسول وذكر. انت ومين؟ مين كان بيروح معاك؟ كتير من ال يعني لا ما فهمش يعني مشاهير، يمكن زميل العزيز الاستاذ ياسر علي ماهر يعني. لكن ناس كتير وناس بسيطة. كنت مرتبط بيه لدرجة ايه الشيخ؟ كنت بحس براحة نفسية لما بروح، كان كل يوم تلات كنا بنروح عنده، بيته كان في الجيزة هنا. بنقعد قاعدة كبيرة كده ويبقى فيها كلام، يعني بنحتفل مثلا لو في ذكرى الإسراء والمعراج، لو في ذكرى معينة نقعد نقرا حاجات في الدين، نقرا حاجات في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. كنت بتعتبره أستاذك مثلا؟ كنت بثق فيه، بثق فيه جدا، وكنت بحس بهدوء وسكينة، وخاصة ان هو اللي طلبني. هو اللي طلبك؟ طلبك ازاي؟ انا بعد ثورة 2011 وكنت من المغضوب عليهم من الفلول والحاجات اللي مريت بيها دي، لقيت ياسر بيكلمني وقال لي ان الشيخ مصطفى طالب انك تيجي. ما كنتش اعرف حاجة يعني. ما كنتش لسه تعرف اي حاجة عن الصوفية او عن الناس اللي بتتصوف؟ لا انا راجل يعني، بصي انا من عاداتي ان انا بروح السيدة نفيسة كتير جدا جدا جدا. تعمل ايه في السيدة نفيسة؟ بروح اصلي. هعمل ايه؟ تدعي؟ بروح طبعا. تدعي بايه؟ طبعا بدأ بالستر والصحة والامان، ودي اهم حاجة. ايه دعاء رحت للسيدة نفيسة وقلت وتحقق؟ الحمد لله كل حاجة بتحقق. كل حاجة دعيتها الحمد لله هناك بتتحقق؟ الحمد لله. مش هناك بس، هناك وفي أي مكان، لأن ربنا في كل مكان يعني. إحنا يعني ربنا موجود في كل مكان. طب ليه بتروح، بتحب تروح ليه؟ أنا بحب، بحس براحة نفسية جدا لما بروح السيدة نفيسة. وفين تاني؟ وخلوة السيدة نفيسة. طبعا إيه هي خلوة السيدة نفيسة؟ الخلوة دي موجودة في مكان في طريق الأوتوستراد جنب مسجد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري. اسمها كده؟ اسمها خلوة، كانت هي بتختلي بنفسها هناك، مكان صغير كده. بروح ازوره واصلي هناك ركعتين وبرضه وادعي ربنا. وبصي انا بحب زياره اولياء الله. بحب سيدنا الحسين، بحب السيده زينب. بحب وكان الشيخ مصطفى بياخدنا كل يوم جمعه نروح مكان. ايه اللي اختلف فيك من قبل وبعد؟ قبل ما تروح للشيخ ويدعوك وتبتدي ان انت تلتزم في الجلسات دي، وتبتدي ان انت تحس ان انت الاتجاه الصوفي مريحك نفسيا اكتر ومخليك ان انت اهدى واحسن، قبل كنت عامل ازاي وبعد بقيت عامل ازاي؟ بصي الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني من هنا نبدا. فانا بحس بان ببقى يعني اكثر هدوءا واكثر طمانينه، الى جانب الموافقه على الابتلاء. لازم الواحد يوافق على الابتلاء، لان الابتلاء من عند ربنا. فيعني انت تشكر ربنا على الابتلاء، ايضا نعمه الابتلاء. فدي ده يعني انا مريت بظروف صعبه جدا في 2011. أيوة. جدا جدا الى اقصى ما تتخيل. حالتك النفسيه في 2011 كانت عامله ازاي؟ بصي الموافقه على الابتلاء. فكنت قناعتي بيني وبين ربنا ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فانا كنت موافق وفصلت التليفونات واعتزلت الناس خالص، لان كان عندي صدمات كتير. وبعدين من كتر الصدمات مبقاش عندي صدمات، مبقاش عندي مفاجآت. يعني ما حد يقول لي ده فلان بيقول ده، قال معاه خلاص. قويتك؟ قويت اكتر. وما بقتش اتفاجئ. وما عنديش اصدقاء، عندي تعاملات. لكن اللي انا شفته في 2011 يعني انا بقيت اشوف ناس، يعني اخر ناس ممكن تطلع تهاجمني. ما ينفعش. فلكن ما ينفعش ليه؟ عشان وقفت جنبهم كتير، يعني كتير قوي. ما ينفعش. وبعدين اتهامات بقى في اشياء، وفي
وفي زمن ماليه واتهامات مش عارف ايه وبلاغات هنا وبلاغات هنا وبلاغات هنا. دول اللي كنت بخدمهم اللي اديتهم عمري. ضربوك في ظهري؟ لا مش في ظهري، في اول فرصه، في وشي. في وشي مش في ظهري، يا ريت في ظهري. لا لا لا، بس الحمد لله ربنا اواني وربنا نصرني وربنا اظهر الحقيقه. مين وقف في جنبك في المرحله دي؟ لا في كتير وقف جنبي. مين؟ يعني زي مين؟ يعني كتير، يعني كتير من يعني لا في كتير يعني. يعني انت عايزه اسماء؟ يعني اقول لك زي مين اكتر ناس وقفت جنبك في المرحله دي؟ لا يعني انا يمكن حكيت في بعض اللقاءات اتكلمت عن بعض الناس، وهذكر لك ناس تانية ممكن ما اكونش انا ذكرتها. طبعا اسرتي يعني روجينا وبناتي وماجدة اختي واخواتي. روجينا كانت بتقول لك ايه في المرحله دي؟ لا روجينا كانت يعني ظهر جامد معايا، يعني استحملت وتعاقبت بسبب كتير قوي. ماجدة اختي تحملت كتير جدا جدا جدا، وماجدة كان اكتر واحده تئن عندما اتالم. انا عارفه ان انتوا علاقتكم ببعض، ما احنا اخوات. فنانه كبيره، ما انا عارفه ماجده زكي علاقتكم ببعض قويه جدا، مش بس اخت يعني، هي لا ام. يعني انتوا علاقتكم ببعض قويه جدا يعني. انا بس كان صعبان عليا ان انا لما كنت بخرج واسيب بناتي، انا عندي بنتين. ايوه. واسيبهم بالايام والساعات وبعدين يلاقوا ان ابوهم بدل ما ياخد مكافاه على انه التعب ده كله بيتعمل فيه كده. بس ربنا اظهر الحقيقه والحمد لله انا في نعمه كبيره ونعمه كبيره جدا جدا جدا. يعني بنسجد لربنا ونشكر له على هذه النعمه، لان مع العسر يسر.